علاش تتسنى الملك انت رئيس الاداره وكتسنى الملك يقول لك اخرج شوف لي خيزوش وبطاطا؟ هي مرة كانت مستوره في الدار بسياستك خرجتيها تهضر يعني وصل الجنوية للعظام اللي هي مسكينه 40 مليار درهم. رئيس الحكومه المغربيه هو مورط، هو مورط وهي رقم الاسعار والعداء على بلاد والعداء ولا ما كان ولا الحماق في هذا المغرب. اصل الغلا هي الاختيارات الفاشله ديال الحكومه، هو الاول تا اخنوش. خوتي المغاربه حياكم الله اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. اسبوع عنوانه الابرز ارتفاع صاروخي في اسعار المواد الغذائيه واحتقان شعبي غير مسبوق ومسيره تستحق الوقوف عندها بطنجه. المغربيات يصرخن ويئن تحت لهيب الاسعار. خوتي المغاربه هاد الحلقه غادي نخصصها لهذا الموضوع لانه مهم بزاف. طبعا غادي نترحموا على الشهداء ديال الزلزال ديال سوريا وديال تركيا. وقبل ما نمشي لهادشي مادام كنناقش زلزال سوريا وتركيا، طرحت راسي سؤال، واش المغرب ضرب فيه شي زلزال في الرباط؟ زعما علاش تي تصاور طرحت سؤال. شوفوا اخوتي المغاربه، الرباط العاصمه، شوفوا العاصمه الرباط، شكون مسؤول هاد الصور؟ انا ما كاين لا زلزال لا والو. شوف لا كورنيش ديال العاصمه الرباط، شوف الشانطيات، قال لك بحال تصاوب هادشي. شوفوا ما كاين لا زلزال لا والو، شوفوا الغش، شوفوا المغاربه كيفاش كياديو بلادهم. المقاول غشاش، والبناي غشاش، والمهندس غشاش، واللي بنا غشاش، واللي غي المنتخب غشاش، والمعين عاوتاني لعراق المنتخب حتى هو غشاش. حتى واحد ما داير خدمته. كل نهار كنفيقوا على هذا الواقع العنيد، كنعياو ما نسمعوا في الدعايات الاعلاميه، ويا ابا الواقع المغربي الا ان يورينا وجهنا في المرايه اننا كندورو في حلقه مفرغه. خوتي المغاربه غنبدا هذا الشيء بهاد، شتوني داير ورايا صوره الملك محمد السادس وصوره عزيز اخنوش. صوره الملك محمد السادس، ورب سائل يسال ما اسباب النزول. شوفوا اخوتي المغاربه هذا البلاغ مع كامل الاسف وصلنا لمستوى الرذائه، وصلنا مستوى ديال الانحطاط السياسي. نحن نعيش انحراف سياسي خطير جدا. نبهنا ونبهوا الشرفاء. عباد الله، راه لا يصح الا الصحيح. هاد القوالب اللي كدير باش كتدبر الامور راه لا يصح الا الصحيح. تعياو ما تبيعوا في الوهم وتكذبوا على الشعب. تعياو ما تراو، تعيا تجيب لي داك تجيب داك الشورط بياض زعما، وانا مع انفانتينو رئيس الفيفا. ها عندكم المغاربه راه مصور مع رئيس الفيفا، اش خصك؟ تصويره مع الفيفا بدوك الشويرط وحداتي وكويره، فهمتي كيفاش؟ تقول انت راه المغرب كندا زعما الامور، شويه كتبان لك بنادم سارق الخرشف ضرب الشرط بيضموا الميزانيه ومغربي خو سارق الخرشف. تعرفوا الخرشف المغاربه ما عرفتش واش كنسميوه كلنا في المناطق، كل الخرشف. خرشف واحد النوع من الخضار، حنا عندنا في الغرب. دابا الخرشف ولا يتسرق ولا المغربي كيشري درهم ديال ربعه ديال البطاطا، ولا كيشري 20 غرام ديال اللحم المغربي، ولا كيشري حبه ديال المطيشه، ولا كيسرق الخرشف المغربي. كيطلق واحد، قال لك طلق ما قدرش يشري الخضره، وحده محبسه بنتها ما قدرش تقريها كاع، وهذا ضارب علينا الشورط زعما الشورط والحين مونديالتو مونديالتو تصوراتو، فهمتي؟ هادشي بنادم تيخدم مع راسو، كيخدموا لك راسهم هما. بغيت نبدا بهذا البؤس الحكومي. اليوم وصلنا للبؤس داك اللي عقلته وقال لكم عاود لكم التربيه واحد خينا، نعاود لكم التربيه المغربيين نعاود التربيه. دابا ولاش كيقول لنا خوتي المغاربه؟ قال لك بتعليمات ملكيه. اسمع 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 اسمع، هذا بلاغ حكومي بلا حشمه بلا حياء، بدون خجل ولا حياء. قال لك وان تعزيز مراقبه السوق ان السيد رئيس حكومه والساده الوزراء حتى هم على مختلف المصالح التابعه لهم من اجل تعزيز مراقبه السوق الوطنيه والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائيه ومحاربه المضاربات حمايه لقفه الاسره المغربيه تنفيذا لتعليمات الملكيه الساميه. وعلاش منتخبينك حنا؟
وعلاش كتقول لينا واعر وكذا وصوتنا خمس سنين وحنا جبدنا منهم وحنا جبدنا منهم بلاش ندير داك الفيديو بعدا واحد المقاطع صاوب واحد الزملاء باش نكمل كيعجبني هذا جبدنا منهم وقربناهم وتلاقيناهم اللي داو فينا الثقه الله يجازيكم بخير. خصنا نكونوا واعيين بانه خمس سنين ولا ست سنين اللي جايه غادي تعطيو السوات واحد العدد ديال المنتخبين. اعطيو السوات وتعليمات الملكيه ودابا ما عندي السوات واش غنعطيوك السوات انت ولا نعطيو للدول الملكي اختار. دابا حنا السوار تاعهم عندنا ما عرفناش لمن دابا هو كيقول لكم عطيوني السوار تاعنا شنو اللي قلنا بتعليمات ملكيه راه الخضره وقالنا سيدنا راه ودابا عطيوني السوار وشوف اخوتي المغاربه شوف وبلاص ما تجيو تقولوا هذا علاش دا ولا علاش دا هبط خدم نتصنتوا لهم لمده خمس سنين وجبدنا منهم داك الشيء اللي خصو يتجبد. كاين اللي كيزرع الكلام وكاين اللي كيزرع العمل زعما هذا زيدوا على المال والسلطه. البرنامج ديالكم السي عزيز عجبنا بلاتي ديال من البرنامج واش برنامج ديال سيدنا ولا ديالك اختار. دابا انت اخوتي المغاربه راه كنقول لكم هذا الشيء وانا راه قلبي غيتقطع وتعليمات ملكيه على الخضره وخرجوا قابلوا السوق خاصها الملك يدخل بمعنى فين هاد المؤسسات علاش هاد الانتخابات علاش هاد الكذوب على الشعب المغربي. انت رئيس الاداره بمقتضى الفصل 89 من الدستور انت رئيس السلطه التنظيميه الاداره تحت اشرافك علاش تتسنى الملك انت رئيس الاداره وكتسنى الملك يقول لك اخرج شوف لي خيزو شوف بطاطا شوف كيفاش 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 كيكتب بلاغ بلا حشمه بلا حيا بنادم بهذا المستوى كيسبنا حنا المغاربه علاش كنكذبوا على الغرب علاش حنا عندنا مؤسسات وعندنا برلمان والمؤسسات كتجاوب البرلمان الاوروبي وحنا دوله مؤسسات يا فين هي دوله المؤسسات دابا يلاه ملي يقول انت كتسنى تعليمات الملكيه تقول لك واه الخوف على البشر وشوف الخضره وشوف كذا وكل ولا ما كانش تعليمات الملكيه الملك ديك المرة قال لك دخل باش نقاد الموسم الفلاحي ودعم الفلاح الملك دخل 500 ألف منصب شغل الملك دخل داك الوقت في البرد دابا الملك عاوتاني غيدخل لك باش القدرة الشرعية بمعنى باش انت حكومة باش انت رئيس حكومة باش انت رئيس سلطة علاش كذبنا على المغاربة وقلنا لهم دستور قوة مؤسسة رئيسة الحكومة وأصبحت لنا صلاحيات ونشكل استثناء في المنطقة علاش كنا كنكذبوا على البشر. اسلم على داك اللي صيفطك سلم عليه المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو اللي كتفيقوا في الصباح خصكم تشوفوا وجهكم في المرايا. في الاخير نبغي نقول لكم مع الاسف ما كاينش شي حل اخر وسدينا هذا الموضوع غالبا الا كتشوفوا هذا الفيديو فحتى حاجه ما غادي تبدل حتى حاجه ما غتبدل انا اللي مهمه اللي عاود هذا المقطع شوفوا كيفاش كتبدل قسمات وجهه في اللحظه اللي كيكون كيقلب على الاصوات دريويش واللحظه اللي كان هضر مع داك السيد اللي صيفطك الكذاب واحد اللحظه المغاربه شوفوا كذا هذا هو الانسان اخوتي المغاربه مع كامل الاسف اخوتي المغاربه صبروا شويه غنقول لكم حوايج خايبين المغربي اللي وقع ولكن عندي لكم طلب اخوتي المغاربه وانتم تتابعون هذا الشيء اللي نعرض عليكم تابع المغربي واستحضر شي حوايج في عقلك نعطيك مثال ملي كتبقاو تسمعوا داك الناس اللي كيهاجموا الناس فقط لانك كتعبر على رايك تيبغيو يعزلوك ملي كيبقاو يهاجموا الصحفيين ملي كتسمع داك معطي منجيب هو مول المشاكل بحال هكا بحال هاد النوع وانت تسمع وتسال قول واش المعطي منجيب انا ما كنجبد المعطي منجيب انا المعطي منجيب كنتفكروا مع شنو كيوقع ليا علاش استاذ جامعي مؤرخ وفي الاخر قاس بايع طانوبيلة ديالو مؤرخ وعنده فكر كان ممكن يعيش في الطاح فين يبان هاد المهم البرلمان اخوتي المغاربه كتلقى مؤرخ واحد الانسان يعني استاذ جامعي في امريكان فرنسا كتب كتوبه كيجيك في الاخر كتلقى عنده مشكل باغي الناس كتبدك تضحي وكيجي واحدين كيبقاو يقابلوه ويحمقوه معطي مول الجيب معطي مول الجيب معيطي واحد الايامات صحف وصحفيين ومحامون وحقوقيون بحال ذاك اليوم الدراسي اللي كان في البرلمان انا ذاك بيكاسو بغيت نسول واحد السؤال دابا انا بغيت نفهم هذا الشيء اللي غنعرض عليكم وانتم كتفرجوا فيه تفكروا المعطي تفكروا هذا اليوم الدراسي بيكاسوس وشوفوا المغاربه فين عايشين وشوفوا بعض الناس كيفاش كيفك بيكاسوس تمنى بيكاسوس امشي حنا ما درناش نظام امشي وسيدي ما درناش تجسوس بحال اللي كيقول لك اللي فيه الفز كيقفز مالنا علاش هذا اليوم الدراسي نجيبوا حنا الناس وعادي يولي واحد المغربي يشد لي ذاك راغب ويشد له شي جمله قالها في 2018 ها التناقض وبداو نقيسوا في المؤسسات ونشكوا عباد الله ونقيسوا بعضنا علاش علاش هاد اليوم الدراسي ما عندناش بيكاسوس وصافي حنا دولة ذات سيادة وقول وبيناتنا القضاء الدولي والقضاء الوطني وهاد التليفونات اللي كاين في المغرب الناس اللي كيدعيو حنا دولة مؤسسات اخويا اجي القضاء المغربي يفتح بعد اش نسمع القضاء الدولي وتولي من في ديانة ذات سيادة
علاش اخويا ما نهتموش بمشاكل ديال ديال هاد اليوم الدراسي اللي درناه؟ علاش ما نديروش على الخضره والغلاء المعيشه والمغاربه؟ بلا مسرق ليا الخرشف جي من البرلمانيين والحقوقيين والصحفيين والبرلمان، على واش مجموعين باش علاش اخويا نحتاج انا الغرب نكذب؟ انا ما عنديش تجسس والبينات على من ادعى، ورا القانون الدولي دير ما في جهدك. حنا كيما كنقولوا البرلمان الاوروبي قراره غير ملزم وعاد خربيقه، ومالكم اخويا منوضن هاد الحيره جامع موحد الملايين وحد تناقض. داك نعرف شي واحد كيكون ما كيتسوق شي حاجه وكيعرف اخويا كيعطيها بالدار كيمشي للامور الجوهريه. اهم حاجه عند المغاربه اليوم، المغربي خصو ياكل ويشرب. ارى الناس ولاو كيطلقوا عيالاتهم من اجل الخضره والمعيشه. ارى المراه مابقاش تقري ولادها حيت ما لقاتش باش ابدا. هذا هو اليوم الدراسي جامع اليوم الدراسي المونديالتو. هذا دار بيا الشورط ابيض والمغاربه جالسين كيعانيو. شنو كتسمى شنو زعما هاد السياسات؟ شنو تسمع انت مرأة مغربيه كتهضر بهذه الطريقه؟ سمع المغاربه خوتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك خنوش. كيف خرجتيني اليوم وربطتيني هاد الدموع ديالي قدام اللي كنعرفو اللي ما كنعرفوش كنحتسبون الله. هادي ما عمرها خرجت اخوتي في شي تظاهره، سجل يا تاريخ. اش قال بعدها؟ واش كيعجبني باش نكمل معاه؟ انا بارك عليا النعناع بلاتي. ثاني اليوم في الصباح في السوق واحد السيد قابط النعناع من جهه والشيبه من جهه وهزهم بجوج، مسكين كيشكو في وزير الفلاحه وعلى يعني كيفاش وزير الفلاحه نجح في المسار ديالو وكيقولها بواحد القوه بواحد الجهد. وقلت لي انا بارك عليا اليوم، انا وما خمس سنين وشي ناس هذوك صحاب الصفوف الاماميه وما كينقطوا عليا المخطط الاسود هذا وتقول هاد خمس سنين ما كانوا كياكلوا والو. ولكن انا باك عليا هذاك مول النعناع يعترف، الله يجازيه بخير، احسن ليا من هذاك الشيء كله. تصوروا خوتي المغاربه، تصوروا امين عام ديال الحزب كيقول انه تصدر المشهد الانتخابي. تصوروا خوتي واحد من اغنى الاغنياء في العالم هذا كيطلع فوربس اخوتي المغاربه، وعنده شرعيه انتخابيه كيقول، وعنده شرعيه سياسيه، وفي الاخير كيقلب على شرعيه من عند واحد كيبيع النعناع. واش عرفتوا البؤس اخوتي المغاربه؟ عفاكم لما فلسفيا خذوا هضرتي باش تعرفوا خطورتها. شو هذا التصريح؟ مخطط الاخضر يحكم عليه مول النعناع. مخطط الاخضر كيحكم عليه اليوم الاسعار والمغاربه كيبكيو بالدم. مول انا بارك عرفتي هذه شحال خطيره. هذه كيبان لك بان ضعف سياسي، ضعف الاقناع، ضعف الحجيه، ضعف الترافع، ضعف التكوين. شوفوا النخبه، هذا هو رئيس الحكومه المغربيه. هاد البلاد ديال مولاي الحسن الوزاني وديال مولاي العلاوي وديال المهدي المبركه وديال عبد الرحيم بوعبيد وديال عبد الله ابراهيم، هاد البلاد اخوتي ديال المهدي المنجره. شوفوا دابا فين وصلت. كي انا بارك عليا مول النعناع، وهاد المراه هادي كتنقط لك. سمعت تنقيد هاد المراه؟ نعم الوكيل فيك. كيف خرجتيني اليوم وخليتيني نهبط هذا الدمع؟ انا كنت مصوره في الدار ديالي، توحيد ما عرفني بالحق، دابا كنحتسبك من الله. واش كتعرفش قالت لك؟ قالت لك انا مراه ما عمري خرجت للشارع يشوفوني صوتي. دابا صورت هذه المراه وصوتها دالع في العالم، هذا ضرر عندها. هي مراه كانت مستوره في الدار، بسياستك خرجتيها تهضر، يعني وصل الجنويه للعظم ليها مسكينه. شوف الضرر اللي عندها كيداير. سمع زيد زيد زيد. شنو ناكلو بنتي؟ شنو نعطيها تاكل؟ المدرسه دابا شهرين ما خلصت لها، مقلتها بنتي باش ما نعطيهاش الكوتي ديالها تبدا، ما عندي باش نعطيها. حبست بنتها من القرايه شهرين، ما لقات ما تعطيها. عندي واحد النقطه ونكمل في النقاش. تصوروا معايا اخوتي المغاربه لو حبس التكافل الاجتماعي في المغرب الاسر. دابا كل واحد في المغرب شحال هذا، انتم اللي كتفرجوا فيا، كل واحد كتلقاه هاج والديه وخوته، وحده في خوته مطلقه، ولا هاز واحد مثلا مرتبه، ولا هاز خالته، ولا هاز عمته، كل مغربي. تصور اخوتي المغاربه يتوقف هذا التكافل الاجتماعي في المغرب، اين هو دور الدوله؟ دابا الدوله بنادم كيداوي راسه، كيقري راسه، الخضره ما قادره تدخل، المحروقات ما قادره تدخل، شنو ما هو دور الدوله في البلاد؟ ما هو دور الحكومه؟ شنو دابا هاد المستويات هادو؟ سمع اخوتي المغاربه، سمع. النساء ديالهم معزين مكرمين في الديور ديالهم، وحنايا خارجين لهاد الوقفه ويخليني نبكي ويشوفوني، لا حول ولا قوه. قالت لهم الله على الصوره مؤلمه، واخا قالت لهم عيالاتكم انتم يا الوزراء يا المسؤولين يا البرلمانيين يا الحكام، يا عيالاتكم في الديور مفطحين، وحنا خرجنا نتشوهوا نسمعوا. مسكينه ما حاملاش ترفع صوتها، عيالاتكم حاضينهم فطحنهم وحنا كتشوهونا. سمعوا اخوتي المغاربه، سمعوا. وكاين الناس راه ما
كتخرج شي انا ما عمري خرج، واليوم خرج من القاهره حيتاش كنجيب بنتي ضايعه. عمرها ما خرجت مسيتي انا لاول مره كتخرج اخوتي. سمعوا هاد المراه عاوتاني، انا كنهضر غير على بطاطا وماطيشه ما قادرينش نجيبوها لولادنا، اما اللحم كنهرب مني انا، فين نشوف اللحم دابا؟ اللحم الا ما جاش العيد ما ناكلهاش انا. المغربي مبقاش صافي، سلام على اللحم المغربي. يلا ما كاينش فلوس في المغرب ياك ياك. سمعوا خوتي الصالير ديالو، سمعوا صوبوا الصالير العسكري. عسكري بشحال كيتخلص؟ علاش كندير هاد الصوره؟ ماشي القجع عندي معاه، حيت انا كنعرف في القجع هو رمز ديال واحد الفلسفه في التدبير. كيصنع راسو ذكي واعر بزاف. الله خوتي القجع ما ساهل، واعر واعر بزاف. عاوتاني شي واحد يقطعوها ولاقيوها مع داك ديال قلنا. واحد تيقول لي المهدي علاش؟ قلت انا راه صحافي نعطيك اليوم موقف وغدا نعطيك، انا ماشي سياسي خصني نعطيك موقف. انا ماشي داعي الدين نعطيك موقف. قال الله في هذه ولقاها ماذا خصك تبقى؟ هذه رسمتها الصحافه تقتفي سلوك سياسي. داير سلوك سياسي مزيان غنديرو غنقولو مزيان، خايب غنقولو خايب نرصدو. وعلى اين هذا بعد مره كنتفكر هاد البؤساء علاش كندير هاد الشورط؟ حيت الثقافه ديال علاش نقول شي مصطلح؟ لاني كنحترم راسي كنعرف كيفاش كيفكر. عرفتي شويرات وحنا المغاربه ورئيس ديال الفيفا هو داك رئيس فيفا ساقو خاوي باينه فيه مرايقي، باينه فيه هذا رئيس فيفا باينه فيه مرايقي ريوغو طايح والله جمايل البشر باينه فيه في السماء هو طاح عليه القجع. انت كيبان لك رئيس فيفا بحال دوك رؤساء فيفا البكري زعما اصحاب الشان ولا كيجي بيه الشويرات كيبان لك المغرب يتحرك شويه كتلقى بنادم انت ما تشوف الخروج في مسروق لا شيء. الصالير كيبدا من ما كاينش متواضع من 700 درهم 700 درهم 1000 درهم 1500 درهم اللي وصل 2000 درهم راه صافا. دابا انت سير قجع هاد الشورت الابيض وهاد اللبيسه دابا بلاد ديال الانفات ديال هاد خينا عنده العسكري عنده 700 درهم 1000 درهم عسكري مسكين خلى كراع تما في الصحراء ولا خلى ياك وباش يواجه هو هاد المعيشه وهاد الغلاء. وكتعرفوا اخوتي المغاربه انا ملي كنخاف على المغرب شنو كنتفكر؟ وقسما بالله راه مازال الملك محمد السادس الى حد ما محظوظ الى حد ما. علاش محظوظ؟ لانه بعدا بقات واحد شويه الاحزاب معاه، احزاب كتعطيه. طب انا كنتفكر زعما كنتوقع المغرب في عهد الحسن الثالث شكون الاطور ولا النخب اللي تحكم الى جانبه؟ اليوم الاحزاب مابقاتش كتعطي النخب. الاتحاد الشرقي كان كيعطيك اطور، حزب الاستقلال كان كيعطيك اطور، التقدم والشريكين كان كيعطيك اطور. انا والله الا كنتسائل في عهد الحسن الثالث شكون اللي يحكم؟ شكون النخب اللي غيلقى؟ وكلشي الاحزاب باي باي سالات. ده هو التخوف اللي عندي انا في المستقبل، كنقول كيفاش يحكموا عباد؟ وبين العجل الكبير في التقنيه. انتم شفتوا ديك هاد حياة هذيك السيده اللي مشات للفتاح وهذيك اللي مشات كيبان لك؟ لان كاين فرق بين سياسي عباره عن تقني رؤيته ضيقه، وبين السياسي اللي كيكون عنده تكوين علمي وتكوين تقني وزيد عليها كيكون عنده ذاك البعد الاستراتيجيه وكتكون عنده الفلسفه السياسيه والاقتصاد السياسي وكيكون عنده الحس الوطني ومرتبط بالبلاد. حيت البشر ما يمكنش يكون اله حاسبه بحال بعض الوزراء اللي كاين اليوم. هذا هو الخوف في المغرب، بحال دابا اخنوش ولا بحال عباد الله ما كيقنعكش في الشبعه، ما يقنعكش انه عنده الحل، بالعكس يخلق لك على الازمه في البلاد. بحال وهبي الله ما عاد يخلق لك ازمه، ما كاينش اللي وتر المغاربه قد وهبي من تحتيها وبه لبس عليه المحامون الضرائب في مواجهه مع الجمعيات مواجهه مع النيابه العامه مواجهه مع كل شيء كيخلقوا على المشاكل البلاد. كاينش علاش؟ اذا الدوله مابقاش كتنتج الاطور فين غتلقى واحد الوقت بحال واخا كان انتقادات على الحليمي ولا غتلقى عداد من الاطور كانوا في هذه البلاد السعيده كيف غتلقاهم دابا؟ خصكم تعرفوا اخوتي المغاربه راه هذا الشيء راه الناس ما كينتبهولوش على هذه المملكه المغربيه. شكون هما المدراء المركزيين في الاحزاب في الوزارات؟ شكون هما رؤساء الاقسام؟ شكون هما رؤساء المصالح؟ وراه استقلاليين واتحاديين راه تكونوا في الاحزاب السياسيه. على هذه الدوله شكون كيمشي؟ الاداره المغربيه شكون كيمشيها؟ داك صاحبكم كيمشيها وهبي ولا كيمشيها كيمشيها واحد الناس واحد الثقافه تكونت راه واحد الوقت غنلقاو مشكل. وسيرتو ولا دابا كل واحد كيضرب على عرامه وعلى وليداتو. شنو الحل دابا اخوتي المغرب؟ دابا غلاء الاسعار هاد العمليه اللي كدير دابا كنشوف انا وليكم واحد الفيديو شي مسؤول مع احترامي له وتحيه ليه ما كنقولش فيه شي كلمه ولكن تمنى يتسع صدروا لبعض الملاحظات. دابا هاد المشهد جا وتيقول لبنادم ارى الورقه وكتب لي الثمن ديال التمر 25 درهم مراقبه الاسعار والاحتكار هكا غنقوي القدره الشرائيه ديال الناس. واش دابا قول من عرض هادشي واش المغربي المغاربه ديالهم خارجين مشكلتهم هو ان الاسعار غير مشهره؟ واش هذا هو الحل زعما؟ وها هو يكتب فيها خمس والمشكله واش عندي فلوس باش نشريها يكتب فيها 4 دراهم
اكتب فيها اكتب اللي بغيتي، اكتبها بالشينوي وكتبها بحروف غلط. واش الاشكال غير في الكتابه؟ دابا شو شو اخوتي المغاربه، شو 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 جاوبني جاوبني، علاش علاش ما دايرش اثمنه؟ شحال هذا داير؟ هذا 25 درهم. 25 درهم هذا هو المشكله الاستاذ. اي خصو يديرها من ناحيه ما كاين باس. واش الناس بعدا قارين كاملين؟ شحال نمشي نديك انا الاسواق كتب لهم ما قاريش باش يقرا لك هذا الشيء؟ الناس ما قارياش. والسؤال الثاني، واش عنده الفلوس ديال داك الشيء اللي كتبتي له؟ واش عنده فلوسها؟ واش هذا هو المشكل؟ ها 25 درهم، واش هذه العمليه ما تقدرش ديرها انت؟ نديروها لا ها هي لا خصك ديرها. ها هي زعما تحل المشكل. باش هذا السيد الا بغى يتقدى بنت له 25 درهم غير قبل تبارك الله ما قبلش غيمشي في حالاته. ارا كرطونه وقيد وفينا هي ال 25 درهم في جيبو ما عندوش قيد الاثمنة ورجعوا لقى قدرتيهم. مرحبا يلا شد كرطونه وستيلو وقيد الاثمنة وحطوا من الناس هنا. يلا واش مشكلة المغاربة هي التمر؟ واش كاين الحق التمر؟ شكون بقى ياكل التمر دابا؟ ما بغيتش تهضرك على البصلة وماطيشة. والبصلة وماطيشة مابقاش كيشريه المغربي ولا اللحم، كيفاش التمر؟ والتمر ب 25 درهم، واش هذا هو الموضوع ديال النقاش ديال عباد الله؟ واحد القضية خوتي المغاربة كيوقع فيها تضليل مهم جدا. دابا إلا شفتوا هاد العملية اللي كيدير هاد السيد واللي جا اللي معاه في المغرب، شنو غيبان لكم في عقلكم؟ شنو غتستنتجوا؟ وكأن الأمر كيرتبط بالتجار الصغار. هاد التاجر اللي كيبيع التمر دابا اللي وقف عليه هاد السيد، هذا آخر حلقة هو في السلسلة ديال العملية ديال ديك الدورة اللي كتبدا من الإنتاج، وهي غادا داك الفلاح والفلاح كيعطيها لسوق الجملة، وهي غادا وهي الوسطاء ومن الوقت حتى كيوصل هاد السيد، هذا آخر واحد. واش هذا هو اللي كيغلي يا خوتي المغاربة؟ أخطر عملية كدار عليكم المغاربة هي هذه. دابا السؤال قبل ما نطلع الفوق، دابا نمشي نتوما غادا وحده بوحده. دابا هاد العمليه اللي كدير انت الاستاذ، نستناو التعليمات الملكيه ياك، ومن بعد التعليمات الملكيه يقولها لنا رئيس الحكومه عاد تخرجوا، علاش ما ديروش هاد العمليه دائما؟ علاش دابا بالضبط؟ هذا السؤال الاول. نزيدوا سؤال شويه نتقدموا، علاش ما كديروش في المحروقات في البومبات ديال رئيس الحكومه؟ ها البومبات اينما نغوتوا المغرب، علاش حتى دابا خرجتوا؟ علاش حتى دابا عاد خرجتوا؟ علاش ما دخلتوش في البومبات علاش ما كان؟ السؤال الاخر المهم جدا، دابا هذا رئيس الحكومه لا علاقه بالاسعار والاحتكار والمضاربه، هو مدان من طرف مجلس المنافسه بانه كيحتكر المحروقات هو وصحابه، واش مجلس المنافسه ما خرج بلاغ؟ وكان فيه موقف بلاغ ملكي. ها؟ كان الديوان الملكي وموقف. وشكون هو المدان؟ دابا شحال دابا تكون وصلت شي 40 مليار دابا. 40 مليار درهم، رئيس الحكومه المغربيه هو مورط، هو مورط. ويراقب الاسعار والعداوه على بلاد والعداوه ورا ما كان ورا الحماق في هذا المغرب، وهو مدان ووزير اللي معاه في الحكومه قال له رجع 17 مليار. عطيني اسمع هذا الفيديو. واش يمكن نعفي اخنوش على 100 على 17 مليار درهم؟ يخلص 17 مليار درهم وسمحوا لي بجود. يلا اخوتي المغاربه 17 مليار هو مدان، مشاو جابوا مجلس اخر وتخرج بلا اخر وخاويه في عامره سير كما قال الركلاكي سير. دابا ملي كتجي دابا وكدير هذه العمليه، انت اصلا عندك اش من 17 مليار درهم، دابا وصلت 40 مليار درهم، عندك هذه التهمه لاصقه فيك وما وضحش فيها، وكاين والمالك تدخل والمجلس المنافسه مؤسسه دستوريه مؤسسه دستوريه مجلس المنافسه ومجلس وهذاك ديال الاتصال السمعي البصري هكا، هادو بخلاف المؤسسه القضائيه الحكمه عندهم واحد القوه الزاميه وعندهم وبان ضعيف. والدستور الدستور يعني بان ضعيف قدام اخلوش. الدستور كله يعني نصوص، قول لي بغيتي، والتضارب المصالح في 36 وقول لي عجبك، واحتكار والرئيس ديالو معاه بن سعيد خارج ب 50 مليار وشاري الطانوبيل وعنده جنسيه فرنسيه، والطانوبيل قال لك 100% مغربيه وهو جنسيته فرنسيه، وصاحبه ذاك المزور جاي داير له الدعايه والتسويق وخرج ذاك الشيء. والعداو والعداو يقع هذا في الدوله المغربيه ولا من يحرك ساكن. زعما واحد الوقت كان هي كلمه تقولها في شي حكومه ولا تتنوض عليك القيامه، دابا ولا عادي دابا ولا عادي هذا الشيء. دابا انا كنشوف الخرشف مسروق اخوتي، هذا ضارب عليا الشورت ابيض قال لك تيلعب مع رئيس الفيفا. ايه انا بغينا ثقافه مول الفيفا تولي عندنا هنا، اخلاق اللي تما ناس كطهر. تجي دابا تقول لي انايا لجنه تا مول التمر، راه المشكله مثلا نهضروا مثلا علاش الخضره غلات؟ علاش باش كدير الفلاحه بالسميده ياك الاسميده خوتي المغاربه؟ اسميده شنو لينغري؟ واخوتي المغاربه الفلاح كان كيستعمل، سمعوا مزيان، قطار مثلا كان كيستعمل المغربي جوج خناشيد لينغري
تصوروا دابا خوتي مغربي اليوم لانجري دوبل على 4 المرات لانجري. وشنو هو لانجري؟ منين كيجي؟ من الفوسفات. وحنا دولة الفوسفات وكنبيعوا الفوسفات خام ونشريوه من عند اوكرانيا، واوكرانيا فيها الحرب ولانجري غلا. واخا سؤال، هاد الدولة السعيدة علاش ما تصنعش لانجري هنا؟ علاش نجيبوا من اوكرانيا؟ ما عنديش عقل، ما عنديش بشر، ما عندي ارض، ما عندي شنو لاهيني. حنا في المغاربه هاد الناس دابا اللي كيحكموا هاد البلاد. طرح سؤال، عطيوني شي حاجه شبعانها. عندنا الحوت وما شبعانناش، عندنا لانجري ونشريو غالي، عندنا الفوسفات ونشريو لانجري غالي، عندنا ارض صالحه 67% زراعه ونبقى المغربي يشري ماطيشه حبه. واش ما نسالوكش دابا انت اخروش المخطط الاخضر، واش عمر قدمتي لنا شي حساب في هذا المخطط الاخضر؟ الحساب جيتي الصحافه والقضاء وفتح معاك بحث، والله ما عمره تفتح شي بحث. تصور بنادم خدا دعم وعنده تراكتور وهمي وماكينه الحصاد وهميه، كلشي وهمي. الناس قال لك خداو الدعم وهميين، وشكون اللائحه اللي خدات الدعم للفلاحين؟ داك الدعم كشفنا عليها، شوف شكون هما الناس اللي خداو الدعم الفلاح، وشكون هما هاد الفلاحين اللي استافدوا من الدعم المخطط الاخضر؟ وعلاش علاش ما تقولش المغاربه الحقيقه؟ دابا مخرج اللجنه القايد، شنو عندك انت؟ دير انت الاستاذ. راه المشكله في التصدير، عوض ما تخلي بنادم يبيع الزرع وينتج الناس الزيت وعبات الشمس، كتكريو القطارات لعباد الله يصابوهم بالفريز والافوكا ويصدروا، وخليتونا كنموتوا بالجوع. خاصكم تسائلوا، ماشي تقول لي بيت عليمات ملكيه وصاريبه وتخرج لي قايد تشق 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 كيما هذاك مول الشورت الابيض. فين هو الحساب ديال المخطط الاخضر الاستاذ؟ فين هو الحساب؟ اسمح لي، واش هذا الكلام عيب؟ دابا انا اليوم غنسالك، انا المغربي ولا يسرق لي الخرشف؟ علاش 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 تقول لي البرد حال الطقس حق واحد الفكره بعد هذه عاد تفكرتها؟ قال لك حنا ما انجزناه في سنه ونص يعادل انجاز ديال 10 سنوات. واش انت ولا الملك؟ ياك قلتي بتعليمات ملكيه ودابا عاد شدوا معنا راس الخيط. قال لك الحكومه ديالي انجزت 10. واش انت ولا الملك؟ اختار. مره يقول لك بتعليمات ملكيه، شويه خرجت تصريحات هو وخوته، ما انجزناه في 10 سنة في عام ونص، لم تنجزوا الحكومات في 10 سنوات. واخا الا قلتي انت والملك انك انت كجسد الملك، علاه الملك ما كانش يدعم حكومه بن كيران والبي جي دي؟ ولا الملك ولا معاك عندها؟ اعطيني شي راس الخيط في هذا الخطاب الغير المسؤول سياسيا والذي يقزز. قول المغاربه الحقيقه، قول المغاربه الحقيقه. منين علاش علاش الخضره غاليه؟ لان الاسمده غاليه، لان المازوط غالي. هذاك مسكين مول الخضر الخضار اللي انت هذوك الدراوش، وحتى هاد القايد درويش ولا الباشا درويش ولا دوك، حيت هادو عاد درويش مع بعضياتهم. الاغنياء مخزونين كياخذوا الثروات، وخارج قايد وباشا ومعه السلطات. الدرويش بعد وهذاك القايد براسه واكل العصا في الغلاء ديال الاسعار، وهذاك الباشا واكل العصا، والجدارمي واكل العصا، وحبيناتنا حنا كتبان لك بحال شي، ما بغيتش نقول شي عباره كنحترم راسي. شنو عندك انت؟ دير لائحه تما، جيو لنا عاد كيتقلبوا الباط ديال الطون، نقلبوا الباط بحال واحد ذاك القايد ديال امريكا ديال مراكش. زعما عا واحد النهار ولا خاص يكون البحث دائم. فين هو كيتسمى بقانون الحسبه في الاسلام؟ وفين اللي كان كيقلب بالاسعار والغش وهذا الشيء؟ ماشي حتى كتجي حملات موسميه، حنا عندنا حملات غير موسميه في المغرب. واحد النهار يبان لك الحيحان هايض على شي حاجه، الشيشه، واحد النهار شقدتهم على الشيشه في القهوه، واحد النهار نشرت لهم على كارت ناسيونال شي تفتيش، واحد النهار سلقت لهم على شي كل مره وشنو جاب. قلنا الاستاذ العزيز، قلنا حقيقه الغلاء شنو اصله؟ الغلاء هو المازوط غالي، وغلاء هو الاسمده لانجري غالي. وغنسالك هنا، فين هي لاسامير؟ انت اللي مسؤول على لاسامير. غنسولك علاش الفوسفات اخويا نجيب لانجري من اوكرانيا؟ علاش ما نصاوبش لانجري هنا وانا عندي واش حنا دوله الفوسفات ونشريو لانجري يا خوتي بمصيبه كحله؟ واش حنا دوله ديال الحوت عباد الله جبحوره ومنادم ما يلحقش الحوت الابيض ياكل على السردين والشطون؟ قولوا خوتي المغاربه، اذا خوتي المغاربه راه الاصل هو ان الفلاح ملي كيدير المازوط في التراكتور المازوط كيشري غالي، والفلاح ملي كان كيشري خنشاد لانجري ولا كيشري الثمن ديالها مضوبل، ها اصل الغلا. الغلا منين جاي؟ اذا مالي لانجري ومالي المازوط هما ماشي تهبط ليا عند مول الكاروسه صغيور تصيورات خاويه. هذاك راه شاريها من هذاك كاع، الا عنده خمسه د المواد كتلقاه كاع غاشك في ماده خاش ممكن. اما اصل الغلاء هما الاحتكار، هما نتوما. اصل الغلاء هي الاختيارات الفاشله ديال الحكومه. هو انت اخلوش قسما بايات الرحمن، لو كنا في دوله ديمقراطيه والله ولا تمشي بحالك، وما غاديش نقول لك شي عباره اخرى، تقدر كاع تمشي تسائل كاع قضائيا على هاد المغاربه اليوم الكفه. المغاربه جالسين ماطيشه كيشريو بالحبه، ما تقولش لي البرد ولا حاله الطقس ولا كذا. لا، انت وجهتي الفلاحه التصدير، الناس كيضربوا الصرف وما فكرتيش في الكفار، خليتي المغاربه واحده. اليوم وقعت حرب اوكرانيا عراتك علاش؟ لان كنتو تفكروا راه عندكم فوسفات، صنعوا منه تما بزاف المواد،
فوسفات. علاش شنو كتصنعوا من هاد الفوسفات؟ شنو هاد الفوسفات شنو كتصنعوا منها؟ حنا بلاد الفوسفات ونشريو الخنشاد الانجري حنا بحال اللي شاريها بنادم في كندا. علاش زعما علاش هادي واش ما نسالوكمش؟ وغنختم اخوتي المغاربه دابا هاد الناس اللي كي هاد اللجنه اللي كيتسالوا اصل الغيله. شوفوا ضرب هاد المقاطع ملي كديروا نتوما اللجنه ياك اللجنه كتمشيو عند الدرويش مول الكروسه. شوفوا باش تعرفوا فلوس كاينه اخوتي المغاربه، راه الفلوس كاينه والخيرات كاين في المغرب، راه اللي ما كاينش هي الاراده السياسيه، راه اللي كاين هو الظلم والتعدم. واحد بشر باغي يعيش عا هو وباغي يعيش عا بالتغنديف، جيب لي الشورت وكذا والتصيورات والوش الخاوي. شوفوا اخوتي المغاربه نعرض لكم وحده بوحده. ها واحد جد المليار ياك تاع بديل علي داز بديل، جد المليار ها جد المليار السيد الشتا كتصب داروا جد المليار قوادس، ملي قلبوا ما لقاوش القوادس، مشى جد المليار. الاشغال اقتصرت فقط على احداث شبكه الواد الحار من دون قنوات صرف مياه الامطار، فاذا انتقلت الى العتعات تجد ان المياه تفيض على الساكنه، هذا تقني. اذا ما كاينش القنوات يعني جميع التدخلات. انا شنو درت اليوم ودير الاخوان هاد اللخبطه هادي، خلينا نشوفوا بعدا سين شافوا قال لك اودي راه ما كاينينش، يعني ملي قلبنا اتفاقيه في 2 مليار مياه. دابا هنايا شنو نديروا مع العامل ديال قنيطره السي محمدي؟ ياك انت هو المراقبه، وقول لي السي العامل دابا عاوتاني كلمه العيب 2 مليار قوادس، يلا الوكيل المالك شنو نديروا مع دابا؟ ها هو السيد هذا راي الجماعه وكيقول لك التقني، واش القوادس غيتبخروا في البلاصه تخرج من النيابه العامه فتح القوادس اجي نمشي بوند كومون؟ عندنا 2 مليار وما كاينش في الارض، فين شو القوادس هذه؟ هاد 2 مليار ما ندعموش بها الاسواق في الغرب، 2 مليار شحال من خرشف عنشريو، شحال من بطاطا وماطيشه؟ هادي شنو فيها؟ اعطيني صعوبتها شنو؟ اعطيني انا الدوله المغربيه الحبيبه المحترمه، اعطيني هاد المعلومه، ها رئيس الجماعه، ها التقني، ها التصريح، ها الكرافطه ديالو رئيس الجماعه وكيهضر، اين هي المؤسسات ديال الدوله؟ فين هي مؤسسات البلاد؟ علاش زعما بحال هادي كره فوق سمعنا هادشي؟ سمعتوا شي واحد تعتقل؟ سمعت شي واحد تشد تحال شي واحد؟ كنشدوا بلاد معناها تدوينه، واحد ضارب 2 مليار قوادس، واحد ديال التدوينه جايع. هذاك مول التدوينه كيهبط للحبس وكتخدم معاه الدوله والسلطات والقياده والدوله وكيحرجنا قدام العالم وخساره على الصحراء وكلشي خساره على تدوينه. وهذا اللي ضرب 2 مليار علاش 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 القضاء ما قالاش؟ ياك ما مرت مع شي واحدين عاوتاني شبكه غيجر هذا عطيت لهذا جبت لهذا وشنو؟ اذا الفلوس كاينه هاي انا كنعطيكم هذه غير ها 2 مليار حيدناها. سمعوا دابا هذا القجع يلاه سمعوا يلاه 150 مليار يلاه سمعوا. الجامعة رأس المالها المتعارف عليه هو 37 مليار تقريبا. رأس مال الجامعة هو 37 مليار واسمعوا. الرجل صارف 150. يلاه أخنوش القجع صارف 150 مليار. كاين شي حساب كاين شي واحد يقدر يسألوا شي صحافة شي سلطات. هنا غنسول واحد المسؤولية دابا بمنتهى الاحترام والأدب. دابا حنا عندنا القضاء سلطته المستقلة ياك الجهاز التنفيذي والتشريعي. دابا المسؤولية القضائية المحترمين اش كيديروا في الجامعة؟ هذا رئيس لجنة الأخلاقيات واش هذا الوضع زعما هو القجع؟ علاش علاش القضاة اش كيديروا؟ واش بحال مثلا المحامون ولا نقول الأحزاب، كاين لجنة الأخلاقيات في الأحزاب، كاين لجنة الأخلاقيات في المحامون كمهنة. هذا القطاع ديال الرياضة يكون فيه مجلس تأديبي ولجان تأديب بوحدها ولا كانت شي حاجة كترقى راه القضاء جهاز. ما معنى أن الجامعة تكون تابعة للحكومة جهاز تنفيذي ورئيس الجامعة وزير وغيكون عنده مرؤوسين رؤساء؟ اذا القجع رئيس رؤساء السلطه القضائيه او المنتدبين وسط وهادشي واش علاش محطوطين تما؟ علاش ماشي السي القجع؟ دابا السي القجع هو وزير الماليه هو مدير الميزانيه هو رئيس الجامعه وجر عضو المسؤولين القضائيين دخلهم الجامعه وكي غنديروا نتحاسبوا وكي غنديروا في المسؤول ربط المسؤولين محاسبه وكي غنديروا كنديروا نحاسبوا كنديروا له هو مول الميزانيه هو دابا هاد السيد تيقول هاد الفكره تيقول لك سيدي الجامعه راس مالها مداخل ديال 37 مليار وصرفت 150 مليار. الى صحت كلام هذا السيد بمعنى ان القجحيش هو مدير الميزانيه جاب فلوس من قنت اخر، اذا نقصها من المخطط الاخضر، نقصها من البطاطا، نقصها من ماطيشه، الله اعلم احنا في حدود هذا الشيء. وانت عندك 37 مليار وصرف 150 مليار منين جبتيها؟ واش هذا الكلام قال لك من كيران؟ سمعوا وعيط اليزامي واليزامي بوالو في الاخر قال له خويا حبس علينا هذا النقاش. انا كمغربي يا خوتي المغرب ما نهضرش في هذا الشيء، خايبين حنايا والناس جالسين كيموتوا في الحبس، 100,000 واحد كياكلوا والموظفين والبوليس والجندارم والمعلمين المساكين كيقريو في الجبال والناس مغربه في اوروبا وكتخدم عند الليسو اللي ما يسواش، وهذه 150 مليار ضرب عليا الشورت ابيض وتصور لي مع رئيس ما تصورش ليا الاستاذ. لا احترام لي كنعطيني توضيحات في هذا الشيء. خرج دير ندوه صحفيه، هذا هو السلوك الديمقراطي والحداثة. ضرب شورت تخلي الصحفيين يبارطاجيو لك التصويرات والشورت، كتبان حداثي ديمقراطي معلم ذكي وكاين عباد الله اللي نشروا لك داك الشيء
ونشر لك التدوينات ديالك. دابا انت رئيس جامعه، انت رئيس جامعه، خرجتي كتقول اين التذاكر ان البؤساء. هي التلاعبات البخيصه واليائسه والتي تتصف بالبؤس وبالجشع التي كان ابطالها مجموعه من المحسوبين على كره القدم. في الاخر كتسنى صحفي ينشر لك، ما قدرتيش تخرج. واحد الصحفي راه قال لي وقال لي غير نشر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الله ما كان حول ولا قوه. خرج كيما خرجتي البؤساء، خرج دير ندوه وشرح لنا، قول لنا شكون اللي عطل لك البحث، شكون اللي ضدك، شكون اللي معاك. ما بقاتش تصيوره بالشورت، ما بقاتش تصيوره السير قجع، تصيوره بالشورت ياك واللبسه مع رئيس الفيفا. وفين هو التحقيق ديال التذاكر؟ وكيفاش هاد السيد كيقول لك 150 مليار؟ منين جات 150 مليار؟ منين جات 150 مليار تصرفت؟ منين جات؟ هذا نقاش راه يهز البلاد النقاش فيه. ولا كانت هكا 150 لا تخضع للمساءله ولا السياسيه ولا المراقبه البرلمانيه ولا بمعنى احنا شنو فين؟ غدا نشوفنا مسارق الخرشف وما تهضرش على المهداوي. فاذا به هاد السيد كيصرف 100، الموسم الاول ديالو 14 دار الجامعه ديالو في 15، التقرير المالي جا فيه 85 مليار. الموسم اللي من بعد منه هو ديال 17 جويلية 17 150 مليار. الموسم ديال 19 18 ولا 19 تقريبا فيها 90 مليار. من اين لك هذا؟ هاد الجامعه كتدخل 37 وكتصرف 100 وصرف 100. منين جايبه البلا ديفيرونس؟ مدير الميزانيه كيعطي راسو، هذه كاينه في الكون. هو مدير الميزانيه ورئيس الجامعه، هو اللي كيمول الجامعه. وشكون يراقب له داك الشيء؟ وشكون يهضر معاه؟ وشكون يعرف داك الشيء شنو واقع فيه؟ شكون هو؟ هو شكون اللي يقدر يهضر معاه؟ شكون اللي يقدر يسولو؟ شكون اللي يقدر؟ واخا اذا الفلوس كاينه، سمعتوا 150 مليار بلا مسارق الخرشف. وهذيك المراه حبست بنتها ما تقراش، ياك السي القجع مغربيه حبست بنتها ما تقراش. المدرسه دابا شهرين ما خلصت لها، قلت لها بنتي باش ما نعطيهاش الكوتي ديالها تصدي، ما عندي باش نعطيها. وواحد في كازا طلق مرته حيت ما قدرش يشري الخضره، وانت كتصرف على الكره 150 مليار ياك. واخا سمعوا هذه ديجا سمعتوها، سمعوا هذا كيقول على القياد. هنا قياد قبل اللي عندهم ثمن، بغيتي دير هذه كتخلط قدا وقدا غادي ياخذ. بيان سور كياخذ، هذا الشيء معروف. وبانت عليهم؟ بانت عليهم القياد اللي عندنا حنا اللي مشاو بحالهم دابا داروا فورتون في المغرب في موزار. عندهم الاراضي اللي عندهم، الاملاك اللي عندهم، البني اللي كيبنيو. اي موزار. حنا بحال دابا نقول لك حنا عندنا بزاف ديال المحلات ما عندهمش بيرمي دابيتي، وحالين قهاوي، حالين سكن، حالين كيقولوا قيصاريات ديال خدامين وخدامين ساكنين خدامين وما كاين حتى حاجه. دابا هذا الواقع يخفى علينا. ها حنا كاع جنا العامل ورساله وفتحنا بحث مع الخصم زعما. نسولكم هذا شكون هذا؟ هبيل هذا رئيس جماعه ما كيعرفش البيرمي دابيتي شكون عند مالو، ما تسالاش مالو حمق. يعني راه وقف على واقع وكتجيب له دعوه قضاء في الصحافه وكتدوخ لي زعما انا راه ما كاين والو. داك القايد داك العام مول قال له كان المهم علاش نجيب له واحد الملف؟ كاين قياد تنقولوا شرفاء وكيخدموا كاين بحال هاد الشيء، علاش انا المغاربه يمشيو يخدموا شي كيخدم في الخليج، شي تيخدم في الهند، شي تيخدم، علاش المغاربه ما يجيوش لبلادهم؟ هاد الفلوس، هاد البيرمي دابيتي، هاد الناس ما معنى. دابا شنو كتفهموا اخوتي المغاربه؟ اللي حل المشروع بلا ما ياخذ البيرمي دابيتي بمعنى تملص من اداء الواجبات ديال الدوله. اذا الصندوق ديال الدوله خوا، الا كان الصندوق ديال الدوله خاوي باش عدير الدوله اوراش الناس؟ اذا الدوله ما غاديش اوراش الناس غيخرجوا يهاجروا. دابا المغاربه كيهاجروا بلادهم برا وهادو جالس هنا كيديروا هاد الشيء ياك. وفين هو المجلس على الحسابات؟ وفين النيابه العامه تصريحات الخصم على درجه من الرعب؟ وفين السلطات؟ وفين وعلمت الفرقه الوطنيه ان رقما هاتفي يستعمله كذا. واي يا 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 واخا سيدي ما كاين بس ربكم تختصمون. سمع خوتي المغاربه دابا هذا الدواء، دابا هذه اللجنه اللي خرجت للسوق بحال التمر ديال التمر، هذا نختم بهذه الدواء خوتي المغاربه. المغاربه مساكن، تصور الدواء كيدير 3 مليون في المغرب ونص، في دول اخرى كيدير 8000 درهم نفس الدواء. حنا مساخيط، حنا شنو حنا؟ حنا زعما بقر علاش شنو حنا؟ هذه هي اكبر شيء تستفزنا حنا كمغاربه. علاش هذا الملف ديال الدواء ما كيهضر فيه حتى واحد؟ فين هي السلطات؟ فين هي النيابه العامه؟ فين مجلس الحسابات؟ فين المفتشيات ديال وزاره الماليه؟ فين المجتمع المدني قدم تصريحات عزيز غالي؟ علاش المجتمع كيتخشى في غار؟ هذا
الشورت اللي كيلبس شي القجاع والتصيوراج، علاش هذاك اليوم الدراسي اللي كديروه في البرلمان وجايب فلان وفلان اليوم دراسي وديروا دراسي على الدواء؟ سمعوا سمعوا القنابل، يلا سمعوا سمع القنابل، سمع سمع القنابل، سمع ناخذوا كزاكوري 200 ملي غرام كيدير 36100 درهم. شنو هذا؟ كاينه كدير 36000 درهم و100، مش كيشحال كيدير في بلايص اخرى؟ شحال كيدير بلايص اخرى؟ مثلا نفس الدواء في الهند كيدير 11000 درهم ثلث مليون. في بنغلاديش كيدير 8000 درهم. يلا يلا سي اخ واش عاوتاني تقول خص بتعليمات ملكيه تتنوض حيها على الدواء عاوتاني؟ ها هي انت كتسمع الصريح، هذا رئيس جمعيه مسؤول كيعطيك معطيات. عندنا المرضى، مال هذا المرضى مساكن الدواء كيشري ب 3 مليون وزياده وكيدير هو كيدير 160000 ريال، علاش زيد على المغربي 2 مليون يا شفار؟ شكون هذا الشفار اللي كيدي 2 مليون؟ شكون هو هذا الشفار؟ وهذا هو المواضيع اللي خاص النيابه العامه والبوليس والجندار ونشوفوا هنا اليوم الدراسي، هذا هو اليوم الدراسي والبوليس يدخل والجندار يدخلوا والنيابه العامه، كل من هو مسؤول امام الله عز وجل. واش المندوبيه ديال الدواء شنو واعرين؟ شكون انت اللي تبيع للمغربي 2 مليون كتضربها مع عيق بك حتى واحد، ومغربي قال كيسرق الخرشف كياكل بطاطا مسكين غرام، واحد طلق مرته وانت كتضرب الدواء، شكون اللي محصنكم؟ شكون حاميكم في هذه البلاد؟ يا مواليد الدواء، فين هو البرلمان المغربي هنا؟ فين هما الامناء العمود الاحزاب كلكم؟ امناء العمود الاحزاب فينكم في هذه التصريحات؟ فين المعارضه؟ فين الحكومه؟ فين المؤسسات ديال الدوله؟ فين المسؤوليه امام الله؟ فين القسم امام الملك؟ اقسم بالله العلي ان اكون وفيا لوطني وديني وملكي. ودابا الدواء هذا التشفار اخوتي في المغرب بالعلالي كيهضر عايز غالي كيدير راسهم كاع ما سمعوا له زعما معلمين مطول، وكيبداو الشرطات بويض وتصيورات تشق تشق زعما اليوم دراسي في البرلمان. وسمع الدواء المغربي هذا ملي كنوصلوا للدواء راه الانسان وكرمنا بالماء يموت، كلشي كيدير راسو ما قاريش وما فاهمش كم حاجه قادينها بالتركيه. سمع 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 سمع, سمع الكينه كدير عام درهم نوصلوها كتباع 340 17 درهم. شوفوا 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 هذيك اللجنه اللي خارجه دابا، شوفوا اللجنه شوفي دو لي براند دابا شحال بحال كتشري؟ كتشري 315 درهم و80 316 ريال، شحال كتقام؟ كتقام بجوج دراهم، خارجه من لوزين بجوج دراهم هنا في المغرب. وشحال كتباع؟ 15 درهم و80. شحال زايده؟ تقريبا 15 درهم. سولك انت وعلاش؟ ولا امبورتيتها من الهند وجبتها للمغرب واصله ليا حتى لكازا بدرهم و20. الا جبت دولي بران من الهند على 104 نقولها حيت المزاليط كيف 24 ريال اخوتي الفقراء. دولي بران الا جابها من الهند وبالتصدير وصلت قال لك غنشريوها ب 24 ريال درهم و20 سنتيم، كيبيعوها لنا ب 17 درهم هنا اليوم. اين هو وزير الصحه؟ فين النيابه العامه؟ فين البرلمان؟ فين الاحزاب؟ كلشي يعني هاد البلاد جوج حوايج، خاص تنوض الهيله على شي حاجه عاد كيتدخلوا، او الا جات الدقه فيهم هما شي ما حد جايه في الدرويش والدرويش ما ساقل واحد الخبار في هاد البلاد السعيده والله لا عاق عليك شي واحد. هذا هو حقيقه المغرب، عقلوا نعاودها لكم، هاد البلاد السعيده ما حد كتجي في الدرويش، ومادام بروجيكتورات الاعلام ما سلطوش الضوء على الدرويش وما حدا ما جات فيهم هما الكبار راه الدرويش كيتسحق. دي الحقيقه، دي الحقيقه ديال الدواء، هذه هي الحقيقه اللي ما يقدر يهضر فيها حتى شي واحد. اذا اخوتي المغاربه خلاصه باش نختم، شنو بان لكم الفلوس كاين في المغرب ولا لا؟ تصوروا شحال ديال الدواء كيربحوا والتهرب الضريبي. هذا الدواء جد المليار ديال هذا الفلوس، مشروع استعجالي، المخطط الاخضر، المخطط الازرق، انهب فلوس موجوده اخوتي المغاربه، ولكن ما كاينش المساءله وما كاينش المحاسبه وحنا كنأديو الثمن. شكرا لكم والى اللقاء.